السلام عليكم خاوتي ومرحبا بكم في كورديزاد.com. اليوم ان شاء الله راح نشوفوا تمرين في المرونة من بكالوريا 2014 في مادة الاقتصاد والمانجمنت. نشوفوا نص التمرين تاعنا وش يقول. قال لك الجدول الوارد ادناه يتضمن الكميات المطلوبة والمعروضة من مادة البطاطا تبعا لتغير سعرها في السوق. عندنا جدول فيه اولا السعر اللي هو 20 30 40 50 ومن بعد 60. عندنا تحته الكميات المطلوبة من البطاطا اللي هي 40 35 25 20 ثم 10، واخيرا عندنا الكميات المعروضة من البطاطا اللي هي 10 15 30 35 و50. الكميات هذه بالاف الكيلوغرامات. المطلوب تاعنا في هذا التمرين اولا ما هي الملاحظات التي يمكن استخلاصها من الجدول، وثانيا عرف المرونة السعرية لكل من الطلب والعرض، ثالثا احسب مرونة الطلب السعرية عندما يتغير السعر من 50 الى 60 دينار جزائري مع التعليق، ورابعا واخيرا احسب مرونة العرض السعرية عندما يتغير السعر من 40 الى 50 دينار جزائري مع التعليق. نبدأ بسم الله بالسؤال الاول، ما هي الملاحظات التي يمكن استخلاصها من الجدول؟ صح اخوتي، كي تشوفوا هذا الجدول واش رانا نلاحظوا؟ رانا نشوفوا اولا بلي السعر راهو يطلع، عندنا شوف 20 30 40 50 60، يعني كل مدة راهو السعر تاعي يطلع شوية. اوكي، عندنا في الكميات المطلوبة، شوفوا معي الكميات المطلوبة، عندنا 40 35 25 20 10، يعني عندنا تناقص في الكميات المطلوبة كما راكم تشوفوا. اوكي، ثالثا نشوفوا ثاني الكميات المعروضة، عندنا 10 15 30 35 50، يعني الكميات المعروضة راهي تزيد. اوكي، حنا كيفاش دوكا نديروا علاقه بين هادو كامل باش نخرجوا ملاحظات. عندنا شوفوا اولا السعر راهو يطلع، الكميات المطلوبه راهي تنقص، يعني كل ما زاد السعر راح تنقص الكميات المطلوبه، هذه اولا. ورانا نشوفوا باللي الكميات المعروضه راهي تزيد كل ما زاد السعر، يمشيو كيف كيف، يعني راح نقولوا باللي كل ما زاد السعر راح تزيد الكميات المعروضه. زعما انت راك تبيع، راك تبيع في البطاطا، كي تشوف البطاطا ولات غالية ماذا بيك تبيع بزاف، يسمى راح يزيد العرض. اوكي، وبالعكس كي تكون انت مستهلك، انت راك تشري في البطاطا، كي تشوف بلي السعر تاع البطاطا راهو يزيد تولي تشري غير شوية، يسمى راح ينقص الاستهلاك، يسمى هذه هي الملاحظة الأولى. وكي نخمو دوكا بالعكس، نبداو من أعلى سعر على اليسار ونعاودو نهبطو، نشوفو بلي السعر راهو 60 50 40 30 20 إلى آخره، يسمى راهو يهبط. اوكي، ونشوفوا بلي الكميات المطلوبة راهي تزيد، راهي شوف 10 20 25 35 ومن بعد 40، والعكس الكميات المعروضة راهي تنقص 50 35 30 15 10. إذا واش نقدروا نقولوا تاني؟ نقدروا نقولوا بلي كلما انخفض السعر راح تزيد الكميات المطلوبة، أنت كي تشوف حاجة ولات رخيصة راح تزيد تشريها أكثر وأكثر. أوكي، والعكس بالنسبة للعرض، يعني كلما السعر ينقص العرض راح ينقص، علاش؟ خطاش التجار ماذا بهم يبيعوا باعلى سعر، كي يشوفوا السعر ينخفض ماذا به ما يبيعش، ينقص من السلعه اللي راهو يبيع فيها. اوكي، واش نقدروا نقولوا كاجابه نموذجيه عن هذا السؤال؟ نقولوا باللي الملاحظات المستخلصه من الجدول، راح نقولوا كلما زاد السعر تنخفض الكميه المطلوبه وترتفع الكميه المعروضه، وايضا راح نقولوا كلما انخفض السعر ترتفع الكميه المطلوبه وتنخفض الكميه المعروضه، وكذلك أن هناك علاقة طردية بين سعر السلعة وكميتها المعروضة، وعلاقة عكسية بين السعر والكمية المطلوبة كما شرحنا هذاوين. نمر دوكا إلى السؤال الثاني من هذا التمرين، واللي هو عرف المرونة السعرية لكل من طلب والعرض. صح، عندنا مرونة الطلب السعرية هي درجة التغير النسبي للكمية المطلوبة من سلعة معينة نتيجة التغير النسبي لسعرها. وش معناتها هذه؟ يعني مرونة الطلب السعرية هي كي يتغير السعر بنسبة معينة شحال هي نسبة التغير في الطلب. هنا قلنا كي السعر يزيد الطلب راح يزيد ولا ينقص؟ الطلب راح ينقص. اوكي، يعني بأي نسبة راح ينقص الطلب مقارنة بالنسبة الزيادة في السعر، هذا هو تعريف تاع مرونة الطلب السعرية. ومرونة العرض السعرية هي درجة التغير النسبي للكمية المعروضة من سلعة معينة نتيجة التغير النسبي لسعرها، يعني مرونة العرض السعرية راح تقيس لي نسبة التغير في الكمية المعروضة من سلعة معينة مقارنة بنسبة التغير في سعرها، يعني كي يزيد سعر سلعة ما نقولوا ب 5% شحال راح تكون نسبة زيادة الكمية المعروضة منها،
هذه هي بصفة عامة تعريف المرونة السعرية لكل من الطلب والعرض. نمر دوكا للسؤال الثالث واللي هو: احسب مرونة الطلب السعرية عندما يتغير السعر من 50 إلى 60 دينار جزائري مع التعليق. صح، نروح دوكا للجدول تاعنا باش نشوفوا شنو هو الجزء اللي نهتم به من هذا الجدول. قال لك عندما يتغير السعر بين 50 إلى 60 دينار جزائري، يعني واش ندير؟ ما راح نحسب بالجدول تاعي كامل، راح نحسب غير جزء واحد من الجدول. هذه ركز لي معاها مليح، يعني راح نشوفوا غير وين كاين 50 و60 في السعر، يعني القيم اللي راح نخدم بهم بالنسبه للسعر هما 50 و60، وبالنسبه للكميات المطلوبه هما 20 و10. نشوف القانون تاعي تاع مرونه الطلب السعريه واش يقول. مرونه الطلب السعريه هي التغير النسبي في الكميه المطلوبه من سلعه ما مقسوم على التغير النسبي لسعر السلعة. صح، يسمى في القانون عندي عاملين. نشوف العامل الأول اللي هو التغير النسبي في الكمية المطلوبة، والذي يساوي التغير في الكمية المطلوبة على الكمية المطلوبة الأساسية. وش معنى التغير في الكمية المطلوبة؟ معنى الكمية النهائية ناقص الكمية الأساسية، يسمى الكمية الثانية ناقص الكمية الأولى. في هذا المثال وين عندنا الكمية من 20 إلى 10، شكون هي الكمية الثانية؟ الكمية الثانية هي الكمية النهائية اللي هي 10، أوكي؟ والكمية الأساسية هي 20، يعني اللي بدينا بها أساسية والنهائية اللي كملنا بها، أوكي؟ دوك نديرو تطبيق العددي باش تتضح علينا الأمور. شوف، عندك تغير نسبي في الكمية المطلوبة يساوي 10 اللي هي الكمية النهائية ناقص 20 اللي هي الكمية الأساسية مقسومة على 20 اللي هو الكمية المطلوبة الأساسية. هذا هو قانون التغير النسبي في الكمية المطلوبة. كي نحسبو هاد العملية تاعنا راح تعطينا ناقص 0.5. نروحو دوكا الجزء الثاني من القانون تاعنا لحساب مرونة الطلب السعرية واللي هو التغير النسبي لسعر السلعة. نشوفو القانون تاعو، يقول لك التغير النسبي لسعر السلعة يساوي التغير في السعر على سعر الأساس. صح، في هاد الحالة التغير في السعر تاعنا وش يساوي؟ قلنا السعر النهائي ناقص سعر الأساس. سعر النهائي في المثال هو 60، سعر الأساس هو 50 مقسوم على سعر الأساس اللي هو 50. هاو تطبيق العددي، سما عندنا 60 اللي هو السعر النهائي ناقص 50 اللي هو سعر الأساس، الكل مقسوم على 50 اللي هو سعر الأساس. كي نحسب العملية تاعي راح تعطيني 0.2. يعني دوكا باش نحسب مرونة الطلب السعرية اللي طلبها لي في هذا السؤال، راح ندير تغير نسبي في الكمية المطلوبة اللي هو ناقص 0.5، وراح نقسمه على التغير النسبي لسعر السلعة اللي هو 0.2. وكي نديرو التطبيق العددي تاعنا راح تعطينا مرونة الطلب السعرية ناقص 2.5، واللي هو المطلوب تاعي في هذا السؤال. صح، قال لنا مع التعليق. كي نحب نعلق على المرونة واش راح نلاحظ؟ راح نلاحظ زوج حوايج. اولا راح نلاحظ المرونة والقيمة المطلقة للمرونة الى كبيرة على واحد ولا صغيرة على واحد، باش نقول الى عندي مرونة كبيرة ولا مرونة قليلة. هذه اولا. وثانيا راح نشوف الاشارة تاع المرونة. في هذه الحالة المرونة تاعي راهي باشارة سالبة، عندي ناقص 2.5. اذا راح نقول باللي عندي علاقة عكسية بين الطلب والسعر، يعني كلما زاد سعر سلعة معينة راح ينقص الطلب عليها. وكتعليق راح نقوله القيمة المطلقة للمرونة اكبر من الواحد، اذا اولا عندي مرونة كبيرة، وثانيا في التعليق راح نقول المرونة سالبة وهي تدل على العلاقة العكسية بين الكمية المطلوبة وسعرها. والآن راح نمر إلى السؤال الرابع والأخير واللي هو: أحسب مرونة العرض السعرية عندما يتغير السعر من 40 إلى 50 دينار جزائري مع التعليق. باش نحسبوا مرونة العرض السعرية راح نطبقوا القانون التالي. مرونة العرض السعرية تساوي التغير النسبي في الكمية المعروضة على التغير النسبي لسعر السلعة. وبما أنه في التمرين قال لك عندما يتغير السعر بين 40 و 50 دينار جزائري، إذن راح نأخذ الجزء من الجدول غير اللي فيه 40 دينار إلى 50 دينار. وبما أنه قال لك احسب مرونة العرض السعرية، راح نأخذ الكميات المعروضة اللي هي 30 35. هادو هما العناصر اللي راح نستعملهم في التمرين تاعي. صح، دوكا باش نحسب التغير النسبي في الكمية المعروضة اللي هو البسط تاع هذا القانون، واش راح ندير؟ التغير النسبي في الكمية المعروضة تساوي التغير في الكمية المعروضة على الكمية المعروضة الأساسية. صح، في التمرين تاعنا واش عندي؟
عندي الكمية المعروضة راح من 30 إلى 35. باش نحسب التغير راح ندير الكمية النهائية ناقص الكمية الأساسية. النهائية هي 35 على الأساسية اللي هي 30، الكل راح نقسمه على الكمية المعروضة الأساسية اللي هي 30. هوليك تطبيق العددي. إذن 35 ناقص 30 الكل مقسوم على 30، والنتيجة اللي تعطيها لهذه العملية هي 1.166. صح. دوكا راح نحسبوا العنصر الثاني من مرونة العرض السعرية اللي هو التغير النسبي لسعر السلعة. التغير النسبي لسعر السلعة هو التغير في سعر السلعة مقسوم على سعر الأساس. صح. التغير في سعر السلعة وش يساوي؟ يساوي السعر النهائي ناقص السعر الأساسي. في هذه الحالة قال لك احسبها بين 40 و50 دينار. السعر النهائي تاعي هو 50 دينار والسعر الأساسي هو 40 دينار. الكل راح نقسمه على السعر الأساسي واللي هو 40 دينار. تطبيق العددي هوليك 50 ناقص 40 الكل مقسوم على 40، والنتيجة راح تعطي لي 0.25، يعني اللي هي التغير النسبي لسعر السلع. والآن راح نولي نحسب مرونة العرض السعرية تاعي واللي هي 0.166 على 0.25، والنتيجة النهائية هي 0.66. بالنسبة للتعليق على مرونة العرض السعرية اللي لقيناها، نديرو نفس الشيء كما درنا مقبل. هل هي أكبر من الواحد أو أصغر من الواحد؟ في هذه الحالة راهي صغيرة على واحد، القيمة المطلقة تاع 0.66 أصغر من واحد، إذا نقول المرونة مرونة قليلة لأنها أصغر من الواحد، قيمتها المطلقة أصغر من واحد. وثانيا نشوف الإشارة تاعها إلى موجبة ولا سالبة. في هذه الحالة راهي موجبة، وكي تكون موجبة واش قلنا؟ كي كانت سالبة قلنا تمثل علاقة عكسية، يعني كي تكون موجبة راح تمثل لي علاقة طردية، يعني عندي علاقة طردية بين سعر السلعة والكمية المعروضة منها. علاش طردية؟ خطرش كل ما تكون سلعة غالية كل ما البائع يحب يزيد البيع منها أكثر باش يربح أكثر. هوليك التعليق تاعنا. المرونة أقل من الواحد إذا مرونة قليلة، والمرونة موجبة وهي تدل على العلاقة الطردية بين الكمية المعروضة وسعرها. هكذا خوتي نكون وصلنا إلى نهاية تمرين المرونات اللي شفناه دوكا من بكالوريا 2014. نتمنى تكونوا فهمتم مليح معنا إن شاء الله، ونتلاقاو في تمارين أخرى إن شاء الله.